بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المعهد العالي للهندسة التكنولوجيا بكفر الشيخ، أهلا بيكم في قسم الهندسة الكهربية. إن شاء الله في البرزنتيشن ده هنستعرض معلومات عن القسم عندنا اللي هو قسم الهندسة الكهربية، وهنستعرض البرامج المتاحة في القسم بحيث إن أنت تختار البرنامج اللي هتلتحق بيه، وهنتكلم عن رؤية ورسالة كل برنامج، وكمان هنتكلم عن فرص العمل اللي ممكن الخريج يلتحق بيها خريج القسم، وكل برنامج هنتعرف على المقررات اللي بيقدمها، وهنختتم العرض بتاعنا دوت بإيه هي التكنولوجيات أو التقنيات اللي الشركات العالمية والإقليمية في سنة 2025 من المتوقع أنها تستخدمها. قسم الهندسة الكهربية بيقدم برنامجين اتنين، برنامج هندسة الحاسبات والتحكم وبرنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية. طبعا الطالب عندنا بتنيه يدرس إلى أن يتخصص، بيدرس إلى سنة تانية، والتخصص بيكون إن شاء الله من تالتة، يعني بيبقى عندنا إعدادي وعندنا أولى وتانية، كل ده الطلبة بتاعة القسم بتكون مع بعض. أما في سنة تالتة بيبدأ التخصص لإما هندسة حاسبات والتحكم أو هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية. الرؤية الخاصة بهندسة حاسبات والتحكم برنامج متقدم ويواكب التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال هندسة الحاسبات والتحكم. نفس الرؤية في برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية، برنامج متقدم يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية. أما الرسالة فبالنسبة لبرنامج هندسة حاسبات فهي إعداد خريج مؤهل بالمعارف والمهارات الفنية في هندسة الحاسبات والتحكم بأخلاق مهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل وخطط التنمية. بالنسبة لهندسة الإلكترونيات والاتصالات، إعداد خريج مؤهل بالمعارف والمهارات الفنية في الإلكترونيات والاتصالات بأخلاقيات مهنية لمواكبة احتياجات سوق العمل وخطط التنمية. بالنسبة لفرص العمل للخريج بتاعنا، فيمثل خريج قسم الهندسة الكهربية خريجا واعدا ليكون أحد أعمدة التصميم والتطوير والتشغيل في حقول الهندسة الكهربية في المجالات الصناعية أو الخدمية بالمجتمع. هتلاقي إن الخريج بتاعنا يقدر يشتغل في أي مجال، في أي كارير يقدر يشتغل، في أي كارير يقدر يشتغل، لأن زي ما أنت شايف وعارف إن كل التقنيات الموجودة دلوقتي بتعتمد على هندسة الحاسبات والتحكم وكمان هندسة الاتصالات الكهرباء. زي ما قلت لك ممكن الخريج بتاعنا يشتغل في مجال الاتصالات والإلكترونيات، عندك القرية الذكية على سبيل المثال، أي سنترال يعني شغل التليكومنيكيشن، المعاهد البحثية، معهد بحوث الإلكترونيات، معهد البحوث النووية، مع عندك هيئة الطاقة الذرية، هيئة المحطات، كهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، محطات الأقمار الصناعية. ده مجرد أمثلة بسيطة، أمثلة بسيطة جدا. وطبعا زي ما انتم عارفين ان مصر في الفترة دي يعني شركات كتير جدا بتفتح فيها وفي كل المجالات الحديثة، وده معناها ان ده فرص واعدة لخريج قسم الهندسة الكهربائية. في أنظمة التحكم أي مصنع محتاج الخريج بتاعه، أي مصنع معايا، سواء بقى في العاشر، في اكتوبر، في السادات، في اي منطقة صناعية موجودة فالخريج بتاعنا مطلوب. عندك في مجال شبكات المحمول، في مجال البرمجيات والحاسبات، طبعا زي ما انت هتشوف هتلاقي ان البرامج بتاعتنا فيها الاسس القادرة على انتاج خريج ينافس في سوق العمل المحلي والإقليمي. في توليد الطاقة الكهربية برضو الخريج بتاعنا مطلوب جدا في الأماكن دي، في المحطات وأنظمة توليد الطاقة الكهربية. في شركات تحلية المياه كل، لأن أنت عارف دلوقتي إن أي سيستم موجود بيعتبر سيستم مبني على الكمبيوتر، فالتقنيات الحاسبات وتقنيات التحكم وتقنيات الاتصالات بقت موجودة في أي مكان وفي أي مجال. طيب تعال نتكلم عن المقررات اللي بيقدمها القسم عندنا.
فعندك انت المقررات ديت زي الدوائر الكهربية السيركتس، مجالات كهرومغناطيسية، آلات ومحولات كهربية، إلكترونيات القوة، كل الطلبة بتاخدها، وده تندرج تحت هندسة القوة والآلات الكهربية، وكل الطلبة عندنا بتاخدها. بالنسبة لبرنامج هندسة حاسبات وتحكم، هتلاقي عندنا ان البرنامج ده بيقدم مجموعة كبيرة من المواد العلمية اللي بتخدم هندسة الحاسبات وعلوم الحاسب، وكمان بتخدم هندسة التحكم. على سبيل المثال عندك في علوم الحاسب هتلاقي عندك هندسة البرمجيات، الخوارزميات، مالتي ميديا، عندك برضو الطالب بيدرس عندنا كومبايلرز والموديلينج والسيموليشن، نظم تشغيل، ذكاء اصطناعي. بالنسبة للبرمجة فعندنا أكتر من مستوى لتعلم البرمجة إلى أن تصل إلى الأدفانسد بروجرامينج، بالإضافة إلى نظم إدارة قواعد البيانات. أما بالنسبة لهندسة الحاسبات فهتلاقي عندك البي ال سي، عندك روبوتكس، عندك سيكيورتي. بالنسبة للتحكم هتلاقي عندك كنترول وديجيتال كنترول وبروس كنترول. وبالإضافة هنا برضو عندنا في علوم الحاسب بياخد نيورال نتورك والكثير والكثير من المواد الاختيارية للطالب في شتى المجالات اللي خاصة بهندسة الحاسبات والتحكم، وكمان بالإضافة إلى علوم الحاسب. طب تعالى نشوف الكلام ده موجود معانا هنا في الجدول دوت. هتلاقي عندك إن الطالب بيدرس عندنا لوجيك ديزاين، كمبيوتر بروجرامينج، داتا ستراكشر، وعندنا الجوريزمز، في عندك كمبيوتر اركتكتشر، بالإضافة إلى أهوت ده الداتابيز، في المايكرو بروسيسور، عندك كنترول، سوفت وير انجينيرنج، عندك هنا تصميم وتحليل الخوارزميات، مالتي ميديا، كنترول تاني اهوت، كومبايلرز، ارتفيشال انتليجنت، عندك موديلنج اند سيموليشن، في الاوبريتنج سيستم ارتفيشال انتليجنت، عندك التحكم الرقمي، عندك ادفانسد بروجرامينج، وعندك النتوركينج. طبعا دي كلها لو بصيت لها كل ماده في حد ذاتها هو كارير. عندك شبكات الحاسب ده كارير، عندك الكنترول كارير تاني، ارتفيشال انتليجنت، عندك شغل السوفت وير انجينيرنج مطلوب جدا في السوق، سواء بقى انت هتشتغل في مجال التستينج او في مجال البرمجه، او هتشتغل كسيستم اناليست، كل ده مبني على هندسه البرمجيات. عندك نيورال نتورك، بروس كنترول، عندك نظم التحكم الذكيه، روبوتكس زي ما قلت لك برضه، النتورك، وعندك سكيورتي. طبعا ده مجال واعد جدا جدا في العالم كله. معايا كل الكلام ده بيقدمه البرنامج هندسه الحاسبات والتحكم، ولازم تبقى عارف ان المجال بتاعنا دوت اللي هو خاص بهندسه الحاسبات والتحكم مجال كل يوم فيه جديد، وكل يوم بيزداد الطلب على الخريج الخاص بهندسه الحاسبات والتحكم. طبعا الخريج بتاعنا ما بيبطلش مذاكره. يعني ايه ما بيبطلش مذاكره؟ يعني دائما وابدا في دورات، دائما وابدا بيتعلم، دائما وابدا مطلوب. وكل ما بتجتهد في المجال بتاعنا كل ما بتلاقي مجالات شغل وفرص كبيره جدا على كل المستويات. طيب بالنسبه للمقررات الاختياريه عندنا هتلاقيها برضه متنوعه جدا، عندك البي ال سي، عندك الرسم بالحاسب، عندك الانظمه ذات الوقت، برضه في التحكم، نظم التحكم الصناعي، نظم التحكم الطبيه بالحاسب، شايف ده مجال في الهيلث كير، تمييز الانماط ومعالجه الصور، ايمج بروسيسنج، عندك شغل جافا معايا، عندك اكسبرت سيستم، كمبيوتر سيكيورتي، عندك كمبيوتر فيجن، نظم التحكم الزمن الحقيقي، الشبكات اللاسلكيه، نظم الحاسبات الموزعه او الحاسب الموزعه، موضوعات مخترف في هندسه النظم، هندسه حاسبات. كل دي مقررات في شتى المجالات الخاصه بتخصص هندسه الحاسبات والتحكم. طب تعالى نتكلم عن هندسه الالكترونيات والاتصالات الكهربيه، ده البرنامج التاني، هتلاقيها برضو منوعه جدا زي هندسه الحاسبات والتحكم. هتلاقي عندك انها بتخدم الالكتريكال كوميونيكيشن، الاتصالات الكهربيه، الصوتيات. بالاضافه انت هتلاقي عندك برضو هنا امبيدد سيستم، وفي مايكرويف، وهكذا. تعال نشوف المواد اللي موجودة عندي. عندك قياسات واجهزه قياس كهربيه، هندسه الكترونيات واحد، هندسه الكترونيات اتنين. طبعا
لا يستغني عنها أي مهندس، سواء في هندسة الحاسبات والتحكم أو هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، اللي هي هندسة الإلكترونيات وهندسة سواء واحد أو اتنين. طبعا واحد أو اتنين بيبدأ الكورس بإن هو يكون انترودكتوري يعني، وبعد كده هيبدأ يكون إيه مور أند مور إيه أدفانسد. عندك معالجة الإشارات، الاتصالات الكهربية، موجات كهرومغناطيسية، هندسة الإلكترونيات التلاتة. تشوف عندك دوائر اتصالات، إلكترونيات بصرية، صوتيات، إمبيدد سيستم. عندك هنا تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة، الاتصالات الرقمية، نظرية المعلومات والترميز، الانتشار الموجي والهوائيات، الاتصالات المتحركة، أنظمة التليفونات، الاتصالات الضوئية. وطبعا عندي هناك في هندسة الحاسبات والتحكم في عندي مشروع طبعا، وفي هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية برضو مشروع، والمشروع ده بيكون في سنة رابعة. طبعا بيبقى في إبداع شديد جدا في المجال بتاعك معايا. لو يعني أنت كطالب بتختار المشروع، فبتلاقي عندك الكثير والكثير من الأفكار، وعادة ما بناخد جوائز بسبب هذه المشاريع. حتى مش يعني عاوز أقول لكم إن حتى بالواجبات اللي هي بتبقى خلال السنة بناخد بيها جوائز، الحمد لله رب العالمين. يعني على مستوى الجمهورية، على مستوى المعاهد، خدنا السنة دي خدنا 3 ميداليات، والدرع المنافسة ده كان على مستوى نوادي الابتكار على مستوى الجمهورية، والسنة اللي فاتت خدنا 7 ميداليات وبرضو درع المنافسة، وخدنا الكثير والكثير من الجوائز حتى على مستوى الجامعات والمعاهد، وده هتشوفوه إن شاء الله فيديو منفصل. طيب بالنسبة للمقررات الاختيارية في تخصص هندسة الإلكترونيات أو في برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، عندك المتحكمات الدقيقة وتطبيقاتها، تكنولوجيا الدوائر المتكاملة عالية الكثافة، الشبكات العصبية، هندسة الطبية الحيوية. طبعا شايف ده كل دي حاجات حديثة جدا وتقدر تبني عليها كاريرك. اتصالات بالأقمار الصناعية، صوتيات الأعماق، رادار، معالجة الإشارات الرقمية، مكونات كهروضوئية، الشبكات اللاسلكية والمتحركة، تخطيط شبكات الاتصالات، البصريات المتكاملة. طبعا يعني كلنا عارفين الطفرة الشديدة جدا في شركات المحمول، موضوعات مختارة في الإلكترونيات، موضوعات مختارة في هندسة الموجات الدقيقة، وموضوعات مختارة في نظم الاتصالات. ولازم تبقى عارف برضو ان احنا عندنا الطالب بتاعنا بياخد يعني اكتر من تدريب، سواء بقى تدريب داخل المعهد او تدريب خارج المعهد. عندك بعد اعدادي كل الطلبة طبعا في المعهد كلهم بياخدوا تدريب، من بعد أولى عندنا في القسم بياخد تدريب داخلي مدته شهر في قلب المعهد، بعد سنة تانية في عند الطالب لازم يتدرب تدريب ميداني في شركات متخصصة. وطبعا الشركات دي بتبقى في مجالات مختلفة طبعا بتخدم التخصص أو التخصص بتاعنا بيخدمها. ففي عندنا بعد سنة تانية 4 أسابيع طالب لازم يقضيها في شركات في مصر، وبعد سنة تالتة نفس الكلام. هنختتم البرزنتيشن بتاعنا دوت بالتكنولوجيات أو التقنيات المتوقع استخدامها بكثرة في الشركات العالمية والإقليمية والمحلية. زي ما أنت شايف أول حاجة اللي هو كلاود كومبيوتينج. كلاود كومبيوتينج ده كارير للطالب بتاعنا في هندسة الحاسبات والتحكم، وحتى كمان في هندسة الإلكترونيات يقدر والاتصالات، إن هو يقدر يلتحق بهذا الكارير اللي هو كلاود كومبيوتر. اشتغل في كلاود كومبيوتينج، في برضو البيج داتا اناليتكس، في عندي برضو والطلب عندي بيشتغل في حتى في الواجبات بتاعته في الانترنت اوف ثينجز اللي هي انترنت الاشياء، وشغل السكيورتي عندك الانكريبشن والسايبر سكيورتي. زي ما انتم شايفين هم دول المتقدمين جدا على التكنولوجيات الاخرى. في عندي ارتفيشال انتليجنت، ايمج وفويس بروسيسنج، معالجة الصوت ومعالجة الصور، الاي كوميرس، الروبوتكس، وهكذا. هتلاقي ان الطالب بتاعنا يقدر يلاقي فرصة في هذه التكنولوجيات. ده الدرع اللي احنا خدناه السنة اللي فاتت.
انا سعدت بلقائكم في الديمو السريع ده. شكرا جزيلا.